عقد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية اليوم اجتماعا موسعا بمناسبة موسم عاشوراء، وذلك بحضور سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية وأعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء ومسؤولي مآتم وحسينيات محافظات مملكة البحرين. كما حضر الاجتماع سعادة رئيس الأمن العام والمحافظون، يأتي ذلك في إطار تعزيز منهجية الشراكة المجتمعية البناءة المعمول بها في كافة مناحي عمل وزارة الداخلية. وقد ألقى معالي وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في مستهل كلمتي أن أعبر عن خالص الاعتزاز وخالص التقدير لما يحظى به موسم عاشوراء من رعاية ملكية سامية من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في إطار حرص واهتمام جلالته بأن تبقى عاشوراء مرجعاً إنسانياً في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية المذهبية، مثمناً الدعم الذي توليه الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيهات سموه الكريمة بالعمل على توفير الأجواء الآمنة وتيسير كافة الاحتياجات والمتطلبات بما يسهم في إنجاح موسم عاشوراء. إن عقد مثل هذا اللقاء سنوياً يأتي امتداداً للنهج الحكيم الذي أرساه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، كما أني أجدها مناسبة لممارسة وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية التي اختطتها وزارة الداخلية. الحضور الكريم، خلال العام الماضي واجهنا الجائحة الصحية وكان ذلك تحدياً واقعياً ومؤثراً، ومع ذلك استطعنا تنظيم شعار عاشوراء في ظل ظروف صحية غير عادية، وأجدها فرصة للإشادة بما قدمته من تعاون والتزام بالضوابط الصحية، فشكراً لكم جميعاً. واليوم فإنني أؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمؤسسات المعنية من خلال توفير الاحتياجات والخدمات اللازمة التي تكفل إجراء الموسم بالشكل الذي يتفق مع مناسبة عاشوراء وبما يحفظ الصحة والسلام العام، مشيدا بحالة الوعي المجتمعي والمسؤولية الوطنية لدى رؤساء ومسؤولي المآتم وهيئة المواكب الحسينية وما يبدونه من التزام وتعاون بناء للخروج بموسم عاشوراء بشكل متحضر. ويأتي هذا في إطار الشراكة المجتمعية ودورها في المجتمع، مؤكداً على أهمية الحفاظ على ما تقتضيه هذه المناسبة والالتزام بمتطلبات الخطاب الديني المسؤول. الحضور الكريم، لعاشوراء البحرين خصوصية متحضرة تتجلى فيها المعاني الإنسانية والنسيج الاجتماعي المتماسك والمتعايش وما تتضمنه من قيم خيرة ومبادئ قويمة. وحفاظاً على روحانية هذه المناسبة، فإنه لا يجوز أن تطغى الحالة المادية على الحالة الروحانية والترويج لها باستخدام غطاء السياحة الدينية من خلال الدعوة إلى استقبال حملات دينية من خارج البلاد للمشاركة في مواكب العزاء، حيث يتنافى ذلك مع الخصوصية البحرينية في إحياء المناسبة وطابعها المميز. ويبقى إحياء مناسبة عاشوراء في البحرين
للمواطنين والمقيمين، ولن نستقبل حملات من الخارج، حفاظاً على أمن وسلامة المعزين وحسن إدارة وتنظيم المناسبة. وعلى كل حال، فإن وجهات العزاء في المنطقة معروفة. وفي الختام أتوجه لكم بالشكر على حضوركم وتلبية الدعوة، معرباً عن تمنياتي للجميع للتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.